السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم غنحضر معكم واحد السلطة اللي كتجي رائعة ومنعشة ولذيذة. ودابا ندوزو على بركة تقديم المقادير. عندي واحد التشكيلة ديال الخضر، عندي هاد المطيشة الكرازية ومطيشة سوريز. انا خديت هذا اللون اصفر وخديت اللون الاحمر. عندي فلفله خضراء، بصله صغيره، عندي خيار، كاينه فلفله حمراء، كاين معدنوس مقطع، كاين حامض، عندي اوراق ديال الخس او السلطه الخضراء، عندي علبه ديال الطون، عندي زيتون خضر مقطع، وعندي هنا الذره او المايز. ودابا ندوزو الطريقة التحضير على بركة الله. دابا من بعد ما قطعت كاع دوك الخضر اللي عندي، قطعتهم قطع صغيرة بهذا الشكل، فلفلة وكلشي. دابا ندوزو نحضرو الصوص. غندير واحد الصوص اللي عادي ما فيه حتى شي حاجه، هذاك نص الليمونه الحامضه اللي عصرت، وغندير زيت الزيتون، فلفل اسود او ابزار، ملح بحسب الذوق، وغنخلط كلشي. غادي كلشي نخلطو في هاد ونخلط كلشي، وحتى كنبغي نسربيها عاد ندير فيها الصوص. اما تقدروا تخلطوا الصوص في نفس مع السلطه في الاول، اما تسربيه معاه كل واحد. هيا من بعد ما كملت السلطه اللي حضرت معاكم، كتجي بهذا الشكل. كنسربي معاها لاصوص في هنايا اللي بغاه كيستعملو، وكتجي على الطريقه. ونتمنى تكون عجبتكم، وبالصحه والراحه، والى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.